رحب بالسيد سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية. أهلا بك معنا سيد سامح. إذا إلى أي مدى زود الديوان مستشفى السلط بكافة احتياجاته من الكوادر البشرية، وهل كان هنالك نواقص فعلا؟ كما هو معلوم للجميع، الديوان ضمن يعني واجب الوطني حقيقة في الجهد الكبير الذي يقوده سيدنا في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. قام حال استلامنا لاحتياجات الوزارة في 9 تشرين الثاني، وشملت حوالي 2100 وظيفة تقريبا. احنا فعليا استلمنا النماذج المتعلقة بهذه الاحتياجات على مستوى الأقاليم الثلاثة، وانتهينا منها بوقت قياسي خلال أسبوعين ضمن كافة المتطلبات اللي احنا وضعناها، ما فيها عقد امتحانات باستخدام المنهجيات الحديثه المبنيه على الكفاءات المهنيه. اللي بدي اقوله انه ما يتعلق في ما اشرت اليه حضرتك، مجمل ما تم ترشيحه من ابناء الملقاء سواء للمحافظه لمستشفيات السلط والبلقم عموما والمراكز الصحيه، وايضا للمستشفى الميداني في عمان، كان الرقم اللي حكيتيه 331، لكن بشكل خاص لمستشفيات السلط وبالذات المستشفى الحكومي و المستشفى القديم او المراكز الصحيه، ما يتعلق بالممرضين بشكل خاص، لانه كان في طلب من الوزاره ان نفرد من الشواغر المخصصه في ذلك الوقت، يعني نحن نتكلم في شهر 10 وشهر 11، نفرد شواغر خاصه لمستشفى السلط الحكومي حقيقه. وبالتالي احنا رشحنا ب 15/10 رشحنا 120 ممرض وممرضه، ثم اتبعناها في 13/11 ب 95 ممرض، وب 26 كملنا العدد، يعني تقريبا بحدود مع يعني الارقام اللي تم تسليم الوزاره فيها بحدود ال 200 تقريبا و40 ممرض وممرضه، وهذه اعداد حقيقه غير مسبوقه، وباعتقادنا يعني حسب ما طلبت الوزاره يعني المفروض ان تكفي، خاصه انه هذه اعداد يعني بالاضافه لما يعني كانت الوزاره وفرته اصلا لهذا المستشفى. اذا كل طلب لتغطيه النقص في الكوادر البشريه في المستشفى تم تغطيتها من قبل ديوان الخدمه المدنيه. نعم 100%، مش بس المستشفى في محافظات يعني الوسط اقليم الوسط، ايضا بالشمال والجنوب، واحنا يعني باستمرار نعطي اولويه مطلقه لوزاره الصحه. اليوم كان في اجتماع احنا داخل الديوان على ضوء يعني تتوجه الوزارة أيضا برفض بعض المراكز والمستشفيات ومنها مستشفى السلط بكوادر إضافية، يعني سيكون هناك أيضا تعاون مع إخواننا في وزارة المالية، لكن إحنا باشرنا فورا واستنادا للمادة 14 من تعليمات الاختيار والتعيين اللي بتجيز لي أني أنا أعمل اختبارات استباقية قبل ما أنتظر الشواغر، لأنه الأصل أني أنا أتأكد من توفر الشواغر، لكن إحنا للظروف الاستثنائية نجهز الكوادر المطلوبة بالاستناد لهذه المادة، وبالتالي بتكون جاهزة فور ما يتم الإعادة لنا من وزارة المالية. نعم. بحيث أنه نزود الوزارة مباشرة. فيما يتعلق الآن يعني بعد حادثة مستشفى السلط، هل هنالك خطة جديدة لربما بتزويد مستشفى السلط والمستشفيات بالمزيد من الكوادر الطبية؟ هو ستي انا بحب اشير انه حقيقه هي المستشفيات المدنيه الحكوميه تعمل مع شقيقاتها من المستشفيات المدنيه العسكريه اللي كمان يعني تم انشائها بتوجيه من جلاله الملك لتعمل سويه بالاضافه للمستشفيات الجامعيه كلها في التعامل مع الوباء، ان شاء الله انه ربنا يعني نتجاوز باسرع ما يكون، وبالتالي احنا جاهزين باستمرار نوفر ما هو مطلوب باقصى سرعه ممكنه وضمن معايير العداله والنزاهه. احنا نترحم على ارواح الفقداء حقيقه والشهداء، ونتامل حقيقه من المواطنين جميعا انه احنا نعاون قطاعنا الصحي بان نلتزم بمتطلبات الوقايه والسلامه العامه حتى نخفف الضغط عن اخواننا في الجيش الابيض. نعم نرجو ذلك، ورحمه الله على الارواح التي فقدت. شكرا جزيلا لك رئيس ديوان الخدمه المدنيه سيد سامح الناصر.